حديقة سوسة التي لن تجد مثيلا لها في العالم، فهي ترفع الناظر للأعلى لمناظر الجسور. المواطن استحسن إعادة الاعتبار لحديقة سوسة بعد سنوات من الإهمال والضياع. هذه حديقة سوسة ندفع الله يبارك هي أوها، نجي أنا وصحابين قصروا لهنا نقعدوا الله يبارك، كان سياحي مرحبا بكم، لكن سماش الاستجمام والراحة حديقة سوسة ولات حديقة مليحة، حديقة شباب، حديقة نظيفة، مكان عمومي مقصود من السياح، من عائلات، من أطفال. نتمنى يحافظوا على النظافة تاعها، يحرسوها، يقوموا بها. أنا من وهران جيت لقسنطينة نشوف المكان، حوست فيها غاية وعجبتني. من بين البلايص اللي عجبوني هي هذا الحديقة، حديقة شابة وراي نظيفة وراي جديدة. نتمنى السكان يهتموا بها ويحافظوا عليها باش تكون مكسب للولاية، مكسب سياحي بالطبع. وشفت القسنطينة معروفة بجسورها، ما زالت تنبض بالحياة في كل مناطقها، في الأسواق، في المناطق الحضرية، بالفنادق، لكن ينقصها فيها نقائص من حيث نظافة الفنادق، من حيث تهيئة الفنادق، لأنه هذه هي اللي تستقبل الزائرين وتزيد في السياحة والمداخيل السياحية الخاصة بالولاية. والله يا خويا جور البلاصة هذه الله يباركها منطفوها وريقلوها. نتمنوا من السلطات يزيدوا يكثروا لنا الامن في الليل، وهذا مكان حنا وغادي نجيو هنا نسولاجيو، ونتمنى يكونوا غير العائلات وهذيك يخطيونا غير من هذوك الفوضى وهذوك اللي يجيو وما على باليش كيفاه يديروا. وهذا مكان البلاصه هذه مليحه عجبتني، جينا انا واختي وماما وخالتي نحوسوا فيها عجبتني بزاف. الحديقه هذه ولات مليحه، نوليو نهبطوا فيها نلعبوا، عدلوها صمدوا ملاه مليحه خلاص، نوليو نهبطوا فيها نلعبوا، يهبطوا العائلات يتنزهوا خلاص ما كلش. الحديقه هذه يعني عجبتنا بزاف، وعندنا نهبطوا نلعبوا فيها، وعدوا العائلات يهبطوا يلعبوا فيها خاصه في فصل الصيف. وشو عندنا ملاحظات حابين نقدموهم في ما يخص البلاصه هذه تاع الحديقه تاع سوسه. هنا عندنا الدخله هذيك كي ندخلوا منها على القهوه، من هيه كاين القوس هذاك، يعني كان مكان اثري، يعني مكان من بكري مخدوم، راه راب نورمالمون يعاودوا يرموه. الدروج الشحام كسرين كي تجي هابط من هيه، يعني ريسك، يعني واحد باش يهبط مع العائله والله مع اولاد صغار، ما كانش يعني الحديد هذاك وين يزيد الناس تطيح، قادر واحد يخاف من الهواء والله يدوخ يطيح. نورمالمون يديروا لنا الحديد، والدخله المليحه تاعها هي على المقهى. المواطن يطالب بالمزيد في مجال التهيئة وإعادة الاعتبار لمرافق أخرى تنتظر انتشالها من سلة النسيان. وسمعت حكاوا لي السكان اللي مهتمين بهذا المجال اللي كاين درب السياحة هنا في قسنطينة ممدود تحت مدينة قسنطينة بخمسة كيلومتر من أجمل الأماكن قالوا لي، ولكن في غياب التهيئة مثل هذه الأماكن ما قديناش نزوروه. وقالوا لي قبل الاستقلال كان معروف لدى الفرنسيين الأوروبيين بصفة عامة، كانوا يجوا يزوروه بشكل سنوي ويستضيف، وهو قطب سياحي بامتياز في عهد الاستعمار، لكن الان راه فاسد وما كانش اللي راه يزوره وغير مسموح اصلا زياره. نتمناو من السلطه انه ياخذوا هذا المكان السياحي ويقوموا بترميمه ليكون مكسب سياحي للولايه، ويزيدوا يرجعوا لنا هذيك البلاصه تاع درب السياح. نتمناو من والي يزيد يرجعها لنا، وقسنطينه مليحه، ويزيدوا يرجعوا لنا جبل الوحش، حديقة كبيرة الله يبارك فيها، البحيرات هذيك تاع عائلات الناس جدي فولي لهنا الكيف. وهذا مكان الحديقة تاع المريج يزيدوا يريقلوها لنا مليح، بأموا الناس يجيو يصولاجيو الجمعة الخميس العشية يكملوا الخدمة يجيو يريقلوا أمارات من لهنا. ماذا بينا من السلطات تزيد تكمل لنا درب السياح. عندنا درب السياح الدخلة تاعو على بن زويد عاشور ولا على رحماني عاشور. درب السياح هذاك من يعني كي تعود تمشي عليه تسمى احنا نعرفوا البلاصه ومشينا عليه من قبل، وشو رايب يعني مكان سياحي ما تتخيلش، يعني كيما نقولوها تمشي في نص الروشي. نتمنى من السلطات من الوالي تاعنا تاع قسنطينه انه يزيد يكمل في المشاريع تاعو هذه، ويخدم لنا درب السياح، ويخدم لنا الحمامات تاع القيصر سيزار،
هذوك ثاني يعني اماكن يعني قسنطينه راهي مدينه اثريه بامتياز. كما عندنا جبل الوحش، جبل الوحش راهو منسي يا خويا جبل الوحش والله المريج، كما جبل الوحش لي لاك تاعو هذوك يعني نورمالمون يعاودوا يخدموهم يديروهم اماكن للعائلات من لي لاك تاعهم هذوك. بهكذا مشاريع لتسهئة نجعل من قسنطينة ليس فقط مدينة للعلم بل أيضا مدينة للسياحة والجمال.